ظلمات تغفو على وسائد عيني، تلتحف أجفانا اشتاقت إلى بصيص من النور. محمد الحوسني شاب إماراتي حرم نعمة البصر، لكنه تجاوز كل الصعاب ببصيرة فاقت توقعات من حوله. قبل أشهر قليلة تخرج هذا الشاب في جامعة الإمارات العربية المتحدة وتخصص في قسم العلاقات العامة. طموح لا يحده شيء، كما يشهد له بذلك محيطه. ورغم الصعاب التي واجهها في حياته الدراسية، فإن الحوسني أبدع في ميادين عدة فاق تألقه في بعضها. طبعا دمج اختلف حسن من الماضي للحين من خلال الكثير من الأمور، يعني من ضمنها الدعم المادي، الدعم المعنوي، مسألة متابعة الطلبة من ذوي الإعاقة في المدارس. في هذا المساء نتواصل معكم وأبدع كذلك في عمله مقدما للبرامج في إذاعة القرآن الكريم في أبوظبي، بكل حماسة يطل بصوته كل أسبوع في برنامج يعنى بأقرانه من ذوي الاحتياجات الخاصة ليمنحهم أملا وبهجة. محمد ما شاء الله غير، يعني أشوف إنسان مرح، إنسان مثقف بمعنى الكلمة، أنه يعني تطرح عليه سؤال يعرف يرد عليك بلكن بلباقة. فقد أصبح مركز ذوي الاحتياجات الخاصة في أبوظبي ملاذاً يحتضن في جنباته مواهب ونشاطات هذه المجموعة. وقامت حكومة أبوظبي بتوفير مراكز متخصصة تدعم هذه الفئة بتوفير فرص العمل لهم. إذن أعزائي المستمعين بنتواصل وياكم، ولكن بعد هذا الفاصل فابقوا معنا. طموح وقوة إرادة محمد الحوسني جعلاه نموذجا للاندماج الناجح لذوي الاحتياجات الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة. حسن الأحمدي، سكاي نيوز عربية، أبوظبي.